السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم هناء من قناة كل شيء في منزلي. اليوم راح نوريكم تذكر أنا صايد خلنا في الربيع، نوريكم كيفاش نكثروا ويكثر يعني من نبتات، وفي نفس الوقت نوجدوا يعني اللي عنده معرض يدير معرض أزهار، ولا اللي عنده مشتري يحلها ثاني. دوك نبداو اليوم راح نديروا الفيجل. كاين بزاف خواتاتي قالوا لك كيفاش نديروا نكسروا من الفيجل، يعني الفيجل هذا ساهل ماشي ماهيش طريقه صعيبه. حنا شوفوا كيما هنايا راني دايره شجره، هاي خرجت عرف، انا ما قصيتوش خليته ماشي غير هذا العرف، هي دايره من ثاني دايره. دوك حنايا كيفاش نديروا هذا، يعني كي نقصوا منهم هي تولي ما تروحش على الطول، تولي تزيد منا، وكي نقصوا ثاني منا ثاني تقعد قصيره ما تكبرش، ثاني تزيد تولي تخرج غير هادو يكبروا لها. كاين كيما هذا يكبر يقول لي كيما هذا. اليوم راح نوريكم الطريقه، يعني سهله نقصوا. حنا كما قلنا نقصوا ما نقصوش هكا قباله، لا دائما نقصوا هكا عاوج هكا. ها هو هنايا بصح حنايا هكذا ما نغرسوش، هو هكا عاوج لا نقلعو هادو ونعاودو نديرو له هكا يجي مدور، خاطرش هنايا نقصوه من الأم، يعني نقصوه جاي هكا باش الما ما يدخلش كي نسقو هذا، باش ما ولا يعني الشتا طيح عليه ولا يدخلو الما لداخل يخماج. صح هذا لا غادي نعاودو نرجعوها مدورة هنايا ونقلوها في في لي حب يدير واحد كيما هذا ولا هكذا كبير ولا معليش كيما بغيتو، يعني بعدا لي عنده مشاتل يعني أحسن يدير وحده هكا، حتى ولا طلبوه يعني لي كليون تاعو يعني الزبائن تاعو يطلبو يقولو ديرنا وحده في واحد كبير معليش، بصح هو أحسن يدير في كيما هذا هكا. دوكا حنايا هكذا نلقبو هكا، ما نلقبوش حتى يوصل حتى لهنا، لا هنا نص حنايا عرفو العبار كيفاه. ها ندخلوه هاك هاك دايما نقولكم يعني كي نديرو لقبة وندخلو ونزيرو باش الهواء ما يدخلش هاك. هنا راهي الشجره واجده حتى ولا ذبالت، شتوها ذبالت شويه ما عليش يعني تعاود تنوض، تقول لا عندها البراعم صغارها اللي ها هادو اللي رجعوها شجره هكذا ما تخافوش عليها. هادو الا ذبالوا لكم هادو ما تخافوش، المهم اسقوها ما تكثروا لهاش الماء هكذا، وان شاء الله تكونوا فهمتوا، واللي ما فهمش ما نعاودوا يعني ما ايش مشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.